عدم استطاعة الحكومة تخفيض سعر صرف الدولار أو وضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق دفع مجدداً أهالي تكريت مناشدة الحكومة إيجاد حلول توقف تمدد معاناة أصحاب الدخل المحدود، مطالبين بذات الوقت محاسبة المتلاعبين بقوت الفقراء من تجار الأزمات. السبب صعود الدولار اثر اولا على القوى الشرائيه، الشراء ماكو، قله مواطنين يعني اذا كان ياخذ تشيز قام ما ياخذ، قله الشراء عليه. اثنين، السبب الرئيسي لسبب صعود الغذائي كطحين، احنا كسوق طحين سبب صعوده الدوله ما تقبل نجيب من كركوك وما تقبل نجيب من بغداد مواد طحين مال وجبه. يمنعون يعتبروه حتى اللي يقضبون جايب يصادرون المواد ويسجنون صاحب المحل. اثنين، السبب صعود الدولار اثر على التركي بل اقل سحبه اقل من نقول العادي مال الوجبه، فهذا السبب الرئيسي، سبب يعني الاثر على السوق. بقيه المواد لحد الان ماكو اي صعود، لحد الان يعني المسوقين شلون تقول مسواق قديم ولسه باقي على اسعاره، بس احنا شنو ماخذينه اغلبه على الاجل، يعني شلون على التصريف. احنا من راح نحول هسه خساره، مثلا انت ماخذه ب 10 بايعه ب 11، من تكسر على الدولار يطلع عليك 11.5، يعني انت خسران ب 500 دينار من كحاجه، كمثل 1000 دينار او قيمتها 10000 دينار، ربحها 1000 دينار، فهي تطلع خساره. فالمباع راح الله معاه، بس اللي جاي الجديد يعني على السعر الجديد لا، لازم يصعد اقل شيء اذا 10 20 يوم اذا تسوقنا يبي الصعود تقريبا الحاجه 2000 1500 2000 دينار على كل حاجه. بما يخص سعر صرف الدولار، اليوم المتضرر الوحيد بسعر صرف الدولار هو المواطن، راح يصعد عليه كل شيء، اذا كان غذائيه واذا كانت ملابس واذا كانت اي حاجه تخص اي شراء، فالمتضرر الوحيد من سعر صرف الدولار هو المواطن. فاحنا اليوم نطالب الجهات المعنيه بارجاع سعر صرف الدولار الى السعر القديم. والله سعر الدولار صعد، يعني 152، يعني من قبل الحكومه هاي 140 130، وكل ما يجينا رئيس وزراء يصعده فد 10 دولارات، هسه جاء 152 وراح يصعد لل 60 ويصعد لل 70. والدولار هذا لا سالفته صعد، خف الله عليهم، صعدون نزلون الرصيد وصعدون الدولار، ما يصير هذا الحكي. الله بالمواطن، المواطن فان حظه عمي، عمي الفقير العامل اللي دوبه يجيب هنا على الطحينات، حتى مسواق ما يقدر يسوق، عمي فين وحظنا؟ الله بينا. هنا احنا نعاني من صعد صرف الدولار، اليوم يعني وصل عندنا 152 يعني، فالقيمة الشرائية هنا عندنا بدأت من الانخفاض، وذلك بسبب قدرة الشراء المواطن عليها. فاحنا هنا يعني اكيد التاجر هو من راح يستورد بسعر يعني غاليه يصير عليه، فراح احنا الوسيط اللي بيها، فاحنا اصحاب المحلات هنا الضرر الواقع بيها. هاي وحده. اثنين، القدره الشرائيه المواطن يعني اكو ناس ما متمكنه مثلا تاخذ مثلا يعني باسعار عاليه، فنطالب الجهات المعنيه بارجاع سعر صرف الدولار